السلام عليكم، صباح الخير. كاين اللي غيدخل لهاد الفيديو غيشوف واش كاين الشرشر، وكاين اللي غيشوف في الشعر، وكاين اللي غيشوف هنايا، وكاين اللي غيشوفني واش لابس السروالة ولا الشورت، وكاين شي واحد غيلاحظ لي في عيني واش غسلتهم ولا باقي. وانا غنقول لهذاك انتينا امي وجاهل، حيت ما غتهتمش في اللي كنقول. ندخل معاكم في الموضوع ونخلي هذاكم ابارتي اليوم، هذاكم ابارتي اليوم. والاباء والامهات، وجمعوا ولادكم من الزنايق، راح حلوا المدرسه باش يدخل تما يقرا قراءه تفاحه معزه، واذا خرج مثقف اجي كحلي. المهم هو يمشي المدرسه يتعلم، بعدك ما غير يكتب اسمه، يكتب ما غير اسمه بعدك بركه. اما عاد يخرج شي حاجه كبيره نو. بقرة معزة حية شنو آخر؟ قراءة. المهم الموضوع هو جمع ولادك من الزنقة، أشني غيتربى لك ولدك في الزنقة؟ غيتربى تسلقيطة. كاين اللي كيقول لك خليه يخرج من الزنقة باش يخرج حرش ويرجع راجل ويكون حر. أجمع ولدك من الزنقة، كاين نهار ديال الراحة، إما السبت في العشية أو الأحد، خرجوا من الكورنيش، خرجوا من الكورنيش وطلق له يجري تما ويرجع حراش ومعاشني ومعاشني ومعاشني. أما في الدول ديال الناس كيدوهم مكان في الألعاب، وحنا عندنا الربيع كيسقيوه بالماء الصالح للشرب. أنا ما باش عرفتو صالح للشرب، هو هاد اليومين ملي كنت مرة طلعت للغابة ما يقصني واحد الموطا تما، قلت له عطيني نشرب، هو صالح للشرب؟ قال لي ايه صالح للشرب. قلت له عمر هاد القرعه، وقلت معذر ما تجي 1000 درهم، الربع كيتسقى بالمصالح للشرب، و1000 درهم مزيانه مزيانه، صراحه الله مزيانه. خواتي ابا اما اسمعوا ولادكم من الزنقه، واعطيه ما غير ستيلو والقلم ويبقى يشرط، هو عيتقف راسو براسو ما غير يشرط. شرات يرسم بقرات معزة حية يوكة جنية جنون، ما غير يكتب. وفي الدين السوق من الصنايع، عباد الله الناس ال 11 اللي 12 اللي باقي كيجرو في الزنقة، اللهم هذا منكر. واخا سالينا من هذا الموضوع هذا. واصحاب المراهقين مراهقين، وكاين اللي كاين منهم ماشي مراهقين، ما يتعملوا المواطن، وبغيتو تعملو سكين مشي عملوه في السد. دابا وساعة خالعين فينا، قايزين في الدربة اخر قايز بالمي عاد عاد، شا عندك اصاحبي؟ واش خصك دينا المقابر دغيا ولا؟ وعاد كتزيد تعلي هيدا وتفرشح رجلك مزيوان. خواتي اللي عندهم مواطن صحتكم 8000 درهم عزرة الا سقف الموطور، بغيتي تقتل راسك طلعت لك الدنيا في الراس، مشي قتل راسك في الجهات السد، عندك تأدي شي واحد تخليه في رجل كيعرج. البارح في الحومة صاحبي حجج عاملين الرالي، واحد البوجا كايزين هما قاس قدامي، قلت له الله يجعلك، والله العظيم لا زبلت فيه، الله يجعله إسرائيلي كلها سقفي كيتسناك ما غير تطرف له، باش انتينا دخوابيك تك الرويدة وتزاق شي حاجة، مصمم تزاق ما غير شي تزاق شي واحد، مشي سكت لي قلبي. معايا الخلعة؟ عقلوا لي مشي زول الخلعة، خلعة لاصقها لي هنا في هاد الكرش، وكايس قدامي كيجري. والله يحفظنا يحفظكم. جمعوا ولادكم بالزنقة وأصحاب الموطر، 8000 درهم تعدلوا بها شي حاجة مزيانة، وانتوما كتشرو الموطور باش تقتلوا راسكم. ودابا تسمعوا، ما كاين مغبط، مات مسكين، مات مسكين، مات مسكين، ما نقدرش نقول شي حاجة أخرى. المهم صباح الخير. عاود ردوا البال للشرجم، ما تماش الشرجم، ها ها الحيط ما فيهش الشرجم، ها مخدا كتبان، ها نوريك شنو في يدي ما نقدرش. تحياتي.